بی غیرت نباشی، بیایید بیرون. خامنه ای قاتل. نار الثوار الإيرانيين تمتد أبعد من تماثيل وصور خامنئي والمجرم قاسم سليماني، وها هي أجهزة أمن النظام تكتوي بلهيبها من خلال مقتل وجرح العشرات من عناصرها، بما فيهم ضابط كبير في قيادتها. أنت مخيف. بغداد ديكتاتور. بغداد ديكتاتور. وسط خروج الاحتجاجات بشكل فعلي عن سيطرة نظام خامنئي في مدن إيرانية عديدة، أبرزها إقليم بلوشستان والشلل الاقتصادي الذي خلفته الإضرابات المتواصلة في عموم البلاد بدءا من طهران وصولا لمسقط رأسه مشهد. مشهد فيروزي بين مدينة هاشمية وهنرستان. وكالات أنباء رسمية تؤكد مقتل العميد إسماعيل جراغي الذي يعد واحدا من قادة الوحدات الخاصة في أصفهان خلال مواجهات مع المتظاهرين في المدينة، بالإضافة إلى عنصرين من قوات الباسيج، فضلا عن مقتل 7 عناصر من قوى الأمن وجرح أكثر من 15 آخرين جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين في مدينة إيذة بخوزستان غرب البلاد. الأحداث المتسارعة هذه لم تمر دون وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين، حيث وثقت منظمات حقوقية إيرانية مقتل ما لا يقل عن 10 محتجين برصاص الأمن في مدن سنندج وسقز بمحافظة كردستان وبوكان بمحافظة أذربيجان الغربية، وسط تردد شعار الموت للديكتاتور في أرجاء مدينة تبريز ومدن أخرى من بينها مشهد. حتى وإن اختلفت اللغة، فلكلمة الحرية التي نال السوريون من ميليشيا أسد ما نالوه من إجرام بسببها. تتردد هنا في إيران على ألسنة ثوارها، ويبدو أن النظام الإيراني بدأ فعلياً بتطبيق أساليب أسد وكافة الأنظمة الدكتاتورية بافتعال التفجيرات وتصفية ضباطه ولصق التهمة بالمحتجين، وهو ما ينذر بتصعيد كبير وأحداث أكثر دموية ووحشية. مملكة! مشوش!